ويلي شو في عالم وشو في صحف محروقة من جوا بانتظار خبر رونالدو، كلنا بانتظار حاليا خبر رونالدو لوين وجهته القادمة، وكل الصحف كل يوم عن يوم عم يضغطوا على رونالدو وينشروا عنده خبر انتقال رونالدو لفريق معين، وهلأ من ساعات قليلة رونالدو عم ينزل عنده هذا التعليق ويكذب الصحف يلي عم تنشر أخباره كل يوم عن يوم. خليني أخبركم شغلة لازم الكل يعرفها، بينما كل العالم بانتظار خبر رونالدو وين وجهته القادمة، رونالدو هو الشخص الوحيد يلي عارف وين هو وجهته القادمة. لما تجي انت كلاعب كرة قدم عم تضغط على فريقك لحتى تخرج وتعمل المستحيل لتطلع من النادي، فانت اكيد عارف وجهتك القادمة وين حتكون. رونالدو بهالعمر 37 سنة مش حيجي خاطر ويفسخ عقده مع اليونايتد وهو مش متفق مع اي فريق، لانه كلنا نعرف ان رونالدو بحب المفاجآت، والمفاجآت بتجي باخر الميركاتو. كلنا شفنا مع بعض لما فل من الريال وراح على اليوفي قديه عمل ضجة كبيرة، وكلنا شفنا مع بعض لما فل من اليوفي وراح على اليونايتد باخر دقايق قديه عمل ضجة اكبر، وكلنا حنشوف مع بعض قديه حيعمل ضجة اكبر واكبر خاصة لما نشر عنده هذا المنشور من ساعات قليلة. المي عم تغلي وكأنه بركان حيفجر، الكل يحضر حاله للمفاجأة الكبرى، لأن رونالدو موسم القادم حيبقى بالجاكوز مثل ما شايفين قدامكم. الله يخرب بيتك، قول هو الفريق رح تروح عليه وريحنا بقى، أعصابنا احترقت. طيب أخي على تشيلسي هيك ولا لاعب بده إيانا وهيك ولا فريق بده إياك، طيب أخي لعنا من السابق أحلى استقبال، الله يخرب بيتك تعال.